السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يختار الحسين عموجة مدرب الوداد البيضاوي لكرة القدم مدينة مراكش للتحضير لمباراة الكوكب المراكشي بداية من يوم الاثنين 21 أغشت برسم سدس عشر نهائي كأس العرش، لرغبته في التأقلم مع الأجواء التي تعرفها مدينة الحمراء قبل موعد المباراة المحدد يوم الأربعاء 23 أغشت بداية من 9 ليلا. وبرمج المدرب حسين عموجة حصتين تدريبيتين قبل مواجهة الكوكب، الأولى يوم الاثنين والثانية يوم الثلاثاء. وعلمنا بأن الحسين عموجة سيستعين بخدمة اللاعبين الجدد محمد أولاد والحارس ياسين الخروبي بعد توصل الفريق الأحمر ببطاقتهما الدوليتين.